عايز اقول لحضراتكم، يعني هذه الايام احنا بنمر بذكرى غاليه علينا وشخص عزيز علينا جدا 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 وقامه كبيره جدا في الفن المصري والفن العربي، ملك الارتجال الجميل الراحل الاستاذ سعيد صالح، اللي رحل طبعا عن عالمنا في 2014. وسبحان الله، يعني كنت دايما رغم الضحك ولكن كنت تحس ان ورا الضحك ده في حزن، في شيء، في حاجة وراء ابتسامة سعيد صالح وضحك سعيد صالح. تخيلوا حضراتكم ان طبعا يوم الميلاد 31 اغسطس والوفاة 1 يوليو، ف يعني عايز اقول الضاحك الباكي يعني رحمة الله عليه. كلنا طبعا نتذكر اكتر من 500 فيلم واكتر من 300 مسرحية واعمال اذاعية، شيء كبير جدا وكنز كبير جدا اثر به الفن المصري والفن العربي. معانا على التليفون الاستاذة هند سعيد صالح. يا استاذة هند، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب. يعني اكيد الذكرى دي بالنسبه لك اليومين دول 31 يوليو و1 اغسطس، مش عارف، عايز اعرف مشاعرك فيهم ايه؟ لا، هي فعلا في لخبطه، في حلو ووحش، في مع ان دلوقتي الاثنين وحش. يعني هو طول عمري 31 يوليو ده كان قمه السعاده والفرحه والبهجه بصي، أنا كنت دايما بحس يعني رغم إن كل الجمل والإفيهات والضحك، ولكن كنت بحس في شيء ما وراء الضحك اللي عند الراحل سعيد صالح، إن في لمسة حزن، في لمسة كده عنده ممكن ما تظهرش قوي. لا خالص بقى، خالص بالعكس تماما. كان مرح، ما كانش شايل هم أي حاجة في الدنيا خالص. لا ما بيشتغلش فترة مثلا، يعني حضرتك عارف لما الفنان بيكبر في السن نوعيه الادوار اللي بتناسب سنه بتقل، ده شيء طبيعي. يعني المرحله العمريه اللي يعني كل ما بيكبر، مش كل عمل بيبقى فيه مرحله كبيره في السن، بعكس ما بيكونوا صغيرين شباب يعني، فطبيعي شغل الفنان بيقل. ولا ده كان بيضايقه، ولا قله فلوس كانت بتضايقه، ولا يعني الضيقه اللي بتحصل له كان بيحولها، طب ما حصلش حاجه، طب ايه اللي هيحصل؟ طب لما نتضايق هيحل؟ مش هيحل. بس كان هو هل كان بيفكر، اسف يعني استاذه هند وانت زميله عزيزه لينا طبعا، ولكن هل كان بيفكر بابا رحمه الله عليه في فكره ان هو كان المفروض يكون في مكانه، نجوميته وقدراته وشهرته كانت وصله لمكانه اعلى بكتير من ناس تانية؟ لا، من وجهه نظره هو، ولا من وجهه نظر من وجهه نظره هو، ممكن الجمهور كان يحط سعيد صالح في مكانه اعلى بكتير من ناس كتير. لا، خليني اقول لحضرتك حاجه، هو كسعيد صالح بيعمل اللي هو شايفه صح، اللي يساعده هو، اللي يساعده هو، هو من اللي يساعده هو، مش اللي يساعد الجمهور. طب هقول لحضرتك حاجه، فضل. سواء كان سعيد صالح دلوقتي نجم رقم، يعني شوف لو في قبل واحد في مصر، يعني اكبر حاجه في الدنيا واعلى اجر في الدنيا، يعني تمام، ده كان هيفرق في حب الناس ليه؟ لا، يعني حب الناس لسعيد صالح والموهبته ده شيء، انا معاكي. طيب. ده شيء منفصل ده. يعني هو خد ده، هو كان عايز ده، هو كان عايز ده، مش النمره واحد، مش الاعلى ايراد، الاعلى اجر. اصل هقول لحضرتك حاجه، ده كان قدامه من وهو صغير في السن، ان هو يبقى اللي بيتشاور عليه بيقول ده كذا، ده اللقب وكذا، ده لا. احنا يعني مشهد من مدرسه المشاغبين، انا اسف ان انا بقطعك يعني، او العيال كبرت والمشاهد دي شغاله قدامنا، لا سعيد صالح مع كامل الاحترام، مع كامل الاحترام للجميع، ولكن لما اول ما يطلع في الكادر الابتسامه تترسم. هو كده بقى، هو كان هو ده. يعني هقول لحضرتك، هو ما كانش بيمثل والله، يعني هو المسرحيتين دول بالذات، ومثلا هلو شلبي، الحاجات الكوميدي بشكل عام، هو كان تلقائي جدا. حضرتك قلت في المقدمه ملك الارتجال، هو كده. يعني انا كنت من شويه ببص بتفرج على جزء من العيال كبرت، بقول هو بابا كده في الطبيعه، يعني بابا فعلا كده في البيت، في العيال كبرت اللي على باله بيتقال، اللي بيجي على باله بيتقال، مش مهم رايح فين طالع لمين، الله يرحمه، هو بيتكلم بقى. بالعكس، هو في على المسرح محكوم بشخصيه، او طبعا يعني، لكن معانا مش محكوم بحاجه بقى، الله هو يقول يعني. فحتى بالتالي احنا اللي حواليه القريبين منه ما كناش بنستغرب اي كلمه تطلع منه، يعني عادي، ده بابا، يعني بابا اللي بيتكلم. في فتره كده بدانا نلاحظ انه حتى في بعض اللقاءات لي اللمحه الدينيه الفلسفيه، ادراكه للكون وللحياه كان اختلف.
يمكن تقصد بعد ما خرج من السجن؟ يمكن بعدها بفتره، بفتره لا طويله هو مش كمان. كده، هو بابا قبل ما رؤيته يكون. للحياه كانت في غايه العمق يا استاذه هند. لا هو هقول لحضرتك حاجه، هو ده كان جوه بابا منه وهو من زمان قوي، مش الدين والفلسفه، لا هو كان جواه التعاليم اللي في الدين، المعاملات اللي الخير، ربنا امر، الخير، الخير، المعاملات بيحب الخير. الانسانيه، الحاجات اللي ربنا امر بيها في يعني دي المعامله، مظبوط، صحيح. هو كان بيعمل الحلو اللي في الدين من غير ما يكون مركز انه بيعمله عشان ربنا، هو هو بفطرته يعني، هي انا مش عارفه اقول الكلمه، بس هو بفطرته. فطرته كده، بس ما كانش بيعمل الفروض، يعني ما كانش بيعمل الاوان تمام. امر الصلاه، هو كان بي يعني فطرته هو قلب، بيحب قلبه طيب. بالظبط. فلما دخل السجن ولما اتعرف على عم يوسف اللي حكى عنه كذا مره، مظبوط. علمه قران وعلمه صلاه وي وي وي، فالموضوع بدا زي ما يكون بازل بيركب، يعني يبقى هو اللي بيحصل ده بيكمل اللي انا بعمله، او صحيح، فبدات صحيح، يفهم هو نظرته للامور كده ليه، يعني هو من نفسه بدا يترجم، طبيعي يبقى اللي انا فيه ده ناقصه كذا عشان يكمل. صحيح، رحمة الله عليه، وبنتذكره بكل حب وبكل يعني اشتياق، وبندعي له دايما. فانا بشكرك الحقيقه يا استاذه هند أنا اللي على بشكر وجودك معانا. حضرتك، ميرسي جدا متشكر جدا لحضرتك الاستاذه هند سعيد صالح، شكرا جزيلا لحضرتك.